السلام عليكم. دي المحاضرة الأولى الاستعراضية للأسبوع الأول من الأجازة اللي هي الأجازة الأسبوعين اللي أخدتوها. الأسبوع الأول هيبقى يعني يوم 16/3، فدي تكملة على الشابتر الثلاثة أو الشابتر الأخير اللي احنا أخدناه في المحاضرة. نحاول نشرحه دلوقتي في السلايد اللي جاي. لازم تذاكروا اللي فات كله اللي احنا شرحناه في المحاضرات السابقة زائد المحاضرتين دولت، عشان الميد ترم هينكلود كل اللي اخدته زائد المحاضرتين الاستعوضيتين اللي هما في اللي احنا هنشرحهم دلوقتي. هنا كارنوت ماب دي طريقة برضو تسمبليفاي اكسبريشنز، جيفن اكسبريشن، بولين اكسبريشن، ازاي نقدر نعمل سمبليفيكيشن يوزنج ذيس ماب، سريعة واسرع من الالجبرا. فهنشوفها ازاي نعمل. بيقول لك هنا الميزة بتاع كارنوت ماب انها اسهل من البولين الجبرا، الرولز والثيري تو سمبليفاي اللوجيك بتبقى صعبه شويه. كيماب بتبقى سيستماتيك ميثود فور سمبليفاينج بولين اكسبريشن اند از بروبابلي يوز ويل برديوس ا سمبلست اس او بي اور بي او اس اكسبريشن نون از ذا مينيمم اكسبريشن. هنشوفها بعد شويه. هنا بيعرفك بالكيماب بتبقى زي بالضبط التروث تيبل ال organized by input و output into column and rows. الكيماب is an array of cells in which each cell represents a binary value of the input variables. بعد كده السيلز arranged in a way so that the simplification of a given expression is simply a matter of grouping the cells. بنعمل grouping cells، نجمعهم مع بعض. هنشوف بعد شوية. الجروبينج يبقى 2 3 4 5 variable. ممكن نستخدم الكيماب ممكن نستخدمها الاكسبريشن من 2 3 4 5، اكتر من كده تبقى ايه وقت اكبر. فديت الميزه بتاعت ديت بتبقى سريعه في 2 و3 و4 و5 احيانا. 3 and 4 variable will be discussed. احنا هندرس في الكورس بتاعنا 3 و4 بس، لان مش الوقت هيبقى هناخد وقت اكبر. 3 يعملوا 8 سيلز، والأربعة يعملوا 16 سيلز. لو رحنا بعد كده لأكتر هتاخد وقت يعني. هنشوف دلوقتي إكزامبل. عشان تعمل الكيماب عايز 4 ستيبس، 4 خطوات. كونستراكت التيبل إذا كان 3 يبقى إيه 8، إذا كان 4 يبقى 16، إذا كان 2 يبقى 4. عدد الفاريبل مهم قوي، تقدر تكونستراكت السيلز. بعد كده مابنج ال1 انتو ذا تيبل عشان ديت ايه اس او بي ال1 من الاكسبريشن ال1 تحطه جوه السيل، وبعدين ترايت اعمل جروبنج واعمل رايت المينيمم اس او بي اكسبريشن فروم ذا تيبل افتر ذا جروبنج. هنشوف اكزامبل. الاكزامبل ده 2 في 2، 2 في 2 تقدر تعمل هنا تحطها بالطريقة دي، تحط فوق سي 01
وتحط A B. في بعض الكتب بتعمل كده أو العكس، يعني ممكن تحطها 4 في 2 أو 2 في 4، بس أنا هنا أعملها 2 رأسي و 4 أفقي. ممكن العكس لو عايز، بس هنا هنحط C فوق 0 1 ونحط A B 0 0 وبعدين 0 1 وبعدين 1 1 وبعدين 1 0. ليه عملنا كده؟ لأن 0 0 ما تقدرش تروح للستيب اللي بعديها 1 1. ليه؟ لأنها تو تشينج، يجب إنها تكون 1 تشينج أت ا تايم. ف 0 0 اللي بعديها 0 1 اللي بعديها 1 1، حصل تشينج انتو اونلي 1 باينري، وبعدين الأخيرة 1 0. فتملاها بتمشي بالطريقة دي. تقدرش تحط 2 تغير باينري في الصفوف ورا بعضيها. فحطينا 0 0 وبعدين 0 1 1 1 وبعدين 1 0. دي الطريقة اللي بتكتب فيها الترمز. هنا عندنا 8 سيلز. أول سيل في الشمال هنا A بار B بار C بار، لأنهم كلهم زيروز، الـ A B C كلهم زيرو، يبقى A بار B بار C بار. اللي بعديها بتبقى A بار B بار و C C بس. ليه؟ لأن C equal 1. في السيل الثاني صف اللي على الشمال A بار B C بار، عشان في 0 و 1 وبعدين في C equal 0. والترم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. فدي طريقة انك انت بتضع ال1 او السيلز بتملاها 1 في هذه الحالة في السم برودكت. فهنملي هنشوف اي واحدة فيهم موجودة ونحط 1 مكان الاكسبريشن اللي هو محطوط في السيلز. فكل سيل هنحط فيها 1 او نحط فيها 0 اذا ما كانش 1. فتعالى نشوف اكزامبل. هنا 4 فاريبل A B C D. هنحط 2 افقي و2 راس. وحطينا A B كعمود و C D كصف. وحطينا الاربع احتمالات بتوع ال C D 0 0 0 1 1 1 1 0. لازم تحطها بالطريقه دي عشان ما يبقاش في تو تشينج ات ذا تايم. وبنفس الشيء في الاي بي تحط 0 0 0 1 1 1 0. وتبتدي تكتب كل ترم ريبريزنتد باي 1 في السيلز اللي انا كاتبها 16 سيلز، لانهم 4 فاريبل. فدي الطريقه كونستراكت الكي ماب بالطريقه دي. هترسم 16 سيلز والاكسبريشن تعوض ب1 في الجيفن تيرمز في الاكسبريشن. اوكي هنشوف اكزامبل. الستيب 2 بعد انت ما عملت كونستراكتنج التيبل تروس تيبل كي ماب، قصدي عملت الكي ماب عملت السيلز، من التروس تيبل ممكن تانسرت الوانز جوه السيلز او من البولين اكسبريشن. يعني في طريقتين او نوعين من المسائل. جيفن ترو ستيبل ترسم الكي ماب، جيفن البولين اكسبريشن ترسم الكي ماب. هنشوفهم بعد شويه. هنا في هذا الاكزامبل التروث تيبل جيفن تو يو، وقلت لك اوجد الكي ماب. فعندنا كام فاريبل؟ 3 اي بي سي، 3 انبوت، والاكس اللي هي الوحدات ندخلها جوه السيلز. يعني اول اكسبريشن اللي هو اي بي سي ب 0 0 0 بيديك 1. فتحط ال1 ده في ال A و B 0 0 وال C equal 0. والتالية والتالتة والرابعة بتبليس ال 1 في each cells كما هو موضح في الرسمة. يبقى دي كي ماب ودي الوحدات جوه، يبقى بقية الحاجة زيروز، بس احنا هنهتم هنا بالوحدات. بعد ما ناخد ال POS بعد كده
لما نعمل بي او اس هناخد الزيروز عشان نجيب البرودكت اوف سم، لكن احنا هنا سم اوف برودكت. فده اخدنا الوحدات ورسمناها، وهنشوف بعد كده الجروبينج. هنا في السلايد دي اس او بي هنحط 1 في الكي ماب فور ايتش برودكت تيرم ان ذا اكسبريشن. اوكي، وبعد كده اكزامبل فور ذا برودكت تيرم اي بي بار سي از 1 جوز ان ذا 101 سيل ان ذا 3 فاليو. فهنشرحه بالتفصيل في السلايد الجاي. عندك الاكسبريشن given to you اللي هو A بار B بار C بار زائد A بار B بار C زائد A B C بار زائد A B بار C بار. فدي هترسم الكي ماب، وبعدين each term ازاي توضعه 1. اللوكيشن بتاع الترم الاولاني A بار B بار C بار هيبقى السيلز الاولانية خالص اللي هي كل الزيروز. الترم الثاني A بار B بار C هتبقى في السيلز رقم 2. السيلز رقم 3 اللي هي يدي 110 اللي هي السيلز اللي باينة الـ A و B 11 والـ C equal 0. آخر واحدة هيبقى A موجود 1 والـ B 0 والـ C اللي هي 0، فهتبقى موجودة في السيلز الأخيرة تحت. فلوكيت انت كل واحد حطيته في السيلز بتاعتها. فعندنا أربعة ترم، ففي أربعة ونز، فين اللوكيشن بتاعتهم؟ أهو. دي الخطوات الاثنين، construct التيبل، place ال1 كما موضح في هذه السلايد. بعد كده هنعمل grouping ونعمل simplification، هنشوف بعد شوية. هنا بيقول لك عشان non-standard SOB expression وتعمل له mapping لازم تحوله الأول إلى standard form before you can use kmap. okay. You may use the procedure mentioned early or use numerical expansion. And the example بعد كده. Example, numerical expansion non-standard form اللي هي A B bar. A B bar ممكن نحولها إلى A B bar. نضربها A B bar نضربها في C زائد C bar. هينتج ترمين. كل ترم يحتوي على A و B و C، يبقى اسمه ستاندر ترم، يعني موجود فيه كل الفاريبل. فده من ازاي نحول الى ستاندر فورم اتكلمنا عليها قبل كده. هنا في السلايد دي بعد ما نعمل الماب ونعمل المابنج الوانز انتو ذا سيلز هنعمل جروبينج الوان. جروبينج ليه رولز هنشوفها بعد شوية. بتاخدها زوجي، يعني تاخد 2 4 8 16 بتمشي تضربها في 2، يعني تضربها في 2 دبل اب. هنشوف ازاي نعمل مينيمايزيشن جروب الوان وديترمن ذا مينيموم اكسبريشن، هنشوفها في الاكزامبل اللي جاي. Grouping ال1 في الـ K-map according to the following rule by enclosing all adjacent cells، كل السيلز المتجاورة مع بعضها البعض اللي هي بتحتوي على 1. الـ goal بتاع الـ maximize the size of the group is to minimize the number of groups، يعني على قد ما تقدر وحدات جنب بعضيها تجمعهم مع بعضيهم بحيث انها زي ما قلت لك تبقى 2 4 8 16 and so on. فتراي تو ماكسمايز السايز بتاع الجروب
عشان to minimize the number of the groups. دي هنشوفها في example بعد شوية. هنا بتشوف ان عندنا اربعة variable A, B, C, D. حطينا التيبل وحطينا الوانز الادجسنت اللي هما جنب بعضيهم، وكمان فولدنج يعني اللي على اليمين خالص الاربعة سيلز اللي على اليمين والشمال لو عملت فولدنج بيبقوا جروب واحد خلاص. فكل دولت اسمها الادجسنت سيلز، هنشوفها في اكزامبل بعد شوية. الجروبنج هنا بتاعت الوانز يبقى قلنا زي ما قلت الجروب لازم يحتوي على لا واحد element او اتنين اربعة تمانية ستاشر and so on، يعني لازم multiply بار 2 يعني تضرب كل رقم في اتنين، يبقى واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين and so on depending on the number of variables. Each cell in a group must be adjacent to one or more cells in that the same group. But all cells in the group do not have to be adjacent to each other. Always include the largest possible number of ones in the group according to rule 1. Each one on the map must be included in at least one group. The one already in a group can be included in another group as long as the overlapping groups include non-common ones. And show an example. هنا في هذا الإكزامبل اللي على الشمال ده عبارة عن في أربع وحدات 1111 أربع وحايد في سيلز أربع سيلز بنجروب الاتنين اللي جنب بعضيهم أفقي ونجروب الاتنين اللي فوق بعضيهم رأسي. البنت خلصت 1111 يبقى التلات وحايد دولت خلاص. التانية الوحيدة دي ملهاش adjacent ملهاش أي حاجة إيه على ملاصقة ليها نقدر نجمعها مع حاجة تانية فهتبقى لوحديها. الاكزامبل اللي على اليمين عندنا الاتنين في اول صف بيعملوا جروب، والجروب التاني الاتنين الرأسي، والجروب التالت لا الجروب اللي فوق خالص واللي تحت خالص دولت يعملوا اربع وحدات، لانهم لو عملت فولدنج للماب دي الواحد والواحد فوق والواحد والواحد تحت هيلمسوا بعض هيبقوا مجاورين لبعض لو عملت فولدنج. ف 1111 يعملوا جروب الاربع وحدات اللي هم فوق والتحت. تعال نشوف اللي على الشمال 1 ديت خلاص بقوا اتنين، لازم ما تسيب يعني لازم لو لقيت اتنين خلاص خد حتى لو اخدته قبل كده. ف 1 عملوا جروب تاني و 1 على اليمين عملوا جروب تالت، يبقى عندنا ثلاثة جروب في هذه الاكزامبل. هنا another example في وحايد، الوحايد دي موجودة وعايزين نعمل لها تجميع. تجميع يعني نجمعها بالرولز اللي انا شرحتها قبل كده. اوكي؟ فاللي على الشمال في اربع وحايد همك نقدر نعمل لهم جروبنج اللي هم فوق بعضيهم، والهوريزونتال ده اربع وحايد ممكن نعمل لهم جروبنج، والاثنين اللي تحت ما لهمش اي جيران ما لهمش جيران خالص فنجمعهم مع بعضيهم. يبقى انا عندي ثلاثة جروب. في المسألة اللي هي على اليمين الاربع وحايد اللي على الشمال رأسي واللي على اليمين رأسي لو عملت فولدنج للكي ماب هيبقوا جروب واحد، يبقى عندنا 8 وحايد مع جروب 1 جروب، وفي 4 ادجاسنت هنا عملوا جروب، وفي 2 تحت
فعملوا جروب. يبقى عندنا 3 جروب في هذا الاكزامبل اولسو. هنا بقى عايزين نخلص نحل المسألة دي كلها خطوات. الخطوة الرابعة عايزين رايت او ديترمن ذا مينيمم اكسبريشن اللي هو السمبليفيكيشن المينيمم اكسبريشن. When all the minimum product terms are derived from the K-map, they are summed, نعمل لهم sum to form the minimum SOB expression كما يتضح في الأجزمبل. هنا وحايد يعني الكيماب موجودة 4 variable ABCD وحطينا الوحايد وبعد كده عايزين نكتب الاكسبريشن. الفاينل اكسبريشن من الكي ماب دي عملنا جروب 8 مع بعضهم اسمه بي وبعد كده عملنا 4 مع بعضهم اي بار سي اي بار سي وبعدين اخر واحد 2 مع بعضهم اصبح اي سي بار دي. فهيبقى مجموع الثلاثة دولت هيجيب لنا المينيمم اكسبريشن من هذه التيبل. اكسبريشن جيفن تو يو هنا في السلايد ديت نديك 2 تيبل واحده على الشمال وواحده على اليمين 2 ديفرنت اكزامبل وبقول لك اوجد الاكسبريشن بدلاله الوحدات اللي موجوده في الكي ماب. ففي 4 مع بعض اللي هما على الشمال وفي هوريزونتال 4 وحايد مع بعض جمعهم والاثنين اللي تحت هيبقوا مع بعض. فاول الثلاثه ترمات هيدوك اي بار بي والثانيه اي بار سي بار والاخيره اللي هي الاثنين مع بعض هيدوك اي بي بار دي. الاكزامبل ده فيه برضو 3 ترم في 8 مع بعض اللي هم الوحايد اللي على اليمين والوحايد على الشمال فولدنج مع بعض يعملوا جروب والأربعة اللي في النص على الشمال دولت يعملوا جروب والاثنين اللي على اليمين في تحت خالص يعملوا جروب. فتقدر تكتب الاكسبريشن ثلاثة برودكت اوكي تجمعهم مع بعض. هنا given boolean expression وانا عايز minimize it. في كم ترم هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 ترم. فالسبع وحايد حطيناهم بالطريقة دي السبع وحايد حطيناهم جوه الكي ماب. كم فاريبل؟ 4 لان في A B C D. فعملنا constructed table place ال 1 جوه وجروبنج الوان مع بعضيهم. عندنا كم جروب هنا؟ 2 بس. الجروب الازرق هيجيب لك اي بي والجروب الثاني هيجيب لك سي دي. هتجمعهم مع بعض يدي ده السمبليفيكيشن اي بي زائد سي دي ده السمبليفيكيشن بتاع الاكسبريشن يوزنج الكي ماب. يبقى استخدمت الكي ماب ديت عشان تسمبليفاي الاكسبريشن الكبير قوي اللي هو فوق ده وتحصل على السمبليفايد وان اللي موجود تحت خالص اللي هو اي بي زائد سي دي. يبقى طريقة سهلة سريعة ونشوف اكزامبل بعد كده. اكزامبل 2 هنا في 4 وحايد في كورنر طبعا جيفن البولين اكسبريشن وعايز تسمبليفاي. في 4 وحايد لو عملت فولدنج كلهم هيبقوا في جروب واحد 1 1 1 1. يبقى لو ده عملتها تبقى دي بار دي بار. يبقى ده السمبليفيكيشن بتاع الاربعة ترم اللي هما جيفن فوق وصل الى دي بار دي بار بس ترم واحد. ده نظر اكزامبل 3 نديك انا اكسبريشن في 8 وحايد هترسم هما A B C D 4 variable هترسم 16 cells. 16 cells هتحط الثمانية برودكت 8 ترم
اكتر من ده خطوة حايد، فيطلع زي ما انت شايف الاربعة اللي فوق لو عملت فولدنج مع الاربعة اللي تحت يعملوا جروب واحد. الجروب واحد ده اسمه بي بار. يبقى كل الاكسبريشن الطويل قوي ده اللي فيه 8 ترم لما تعمله سيمبليفيكيشن بكي ماب هيبقى بي بار، ترم واحد بس. ده يقلل الكوست بتاع السيركت الامبلمنتيشن، كل ده يتاكد او يعني سيمبليفاي باي يوزنج كي ماب. بعد كده ناخد اكزامبل تاني. اكزامبل 4 يديك اكسبريشن بيتكون من 9 ترم، يبقى لازم نحط 9 وحايد جوه ايه؟ جوه الكي ماب. كام فاريبل؟ 4. يبقى عندنا 16 سيلز A B C D. ال 16 سيلز هنحط 9 وحايد كما موضح في الرسمة. هنجمع، هنعمل جروبنج للوحايد. هتاخد الترمات اللي فوق خالص على اليمين اهي، الرسمة اللي على اليمين. هتاخد الرسمة اللي على اليمين هي اللي هنعمل فيها الجروبنج. هتاخد الاربعة اللي فوق والاربعة اللي تحت يديك ترم، يبقى 8 كومبوننتس، 8 سيلز يعملوا 1 اللي هي بي بار، او قصدي يعملوا دي بار. والاربعة اللي على اليمين رأسي والاربع وحايد اللي على الشمال يعملوا 1 جروب لما تعمل فولدنج، فيديك الايه؟ البي بار. يبقى بي بار زائد دي بار هو الاختصار بتاع التسعة كومبوننت. على قد ما تقدر جمع الوحدات الوحايد عشان تعمل جروبنج، ماكسمايز الجروبنج، يعني تحط فيه كومبوننت اكتر واكتر واكتر بطريقة 1 2 4 8 16. خلاص، يبقى الاوتبوت السمبليفيكيشن هيبقى بي بار زائد دي. اكزامبل 5 مديك 4 ترم اكسبريشن، 4 انبوتس A B C D. رسم الجدول الكي ماب وحط الوحايد في السيلز كما هو موضح، وبعد كده عمل جروبنج، اخد الازرق واحد فوق وواحد تحت اخدهم جروب، ادي ورد، واخد اليمين والشمال وان جروب اللي هي الواحد شمال واحد يمين هنا اخدهم وان جروب الاحمر، وبعد كده واحد وحيد اللي هو A B C D لوحده خالص اللي هو هيبقى 3 ترمات. فكما تعمل سمبليفيكيشن هتحصل على بي بار سي بار دي بار زائد اي بار بي بار دي بار زائد اي بي سي دي. ناخد اكزامبل بعد كده. الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لك احيانا بيوجد اكتر من طريقه. هنا موجود طريقتين، طريقه التجميع الوحايد بس الكي ماب هي هي، شمال ويمين الكي ماب واحده والوحايد محطوطه ذا سيم، بس الجروبنج اختلف شويه. ففي طريقتين، الطريقه اللي على الشمال اخذ الازرق اخذ فوق وتحت عملهم جروب، والاثنين وحايد فوق بعض فيرتيكال اخدهم، والاثنين اللي فوق بعض راسي اخدهم، والاثنين اللي بعديهم واثنين وحايد اخدهم الفيرتيكال. ممكن ياخدهم ممكن ياخد الطريقه الثانيه اخدهم الوحدات كله هوريزونتال بدل فيرتيكال، واخد الواحد يمين وواحد شمال لان لو عملت فولدنج يعملوا جروب، يبقى كام جروب؟ 4. والمسألة اللي على الشمال او الحل اللي على الشمال 4 برضه، فدي ماشي ودي ماشي، يعني الحلين صح في بعض الحالات مش كل الحالات طبعا. الاثنين ادوا 4 ترمات زي ما انت شايف الحل يطلع دي او دي، الاثنين صح في بعض الاحيان. ده الاكزامبل ده بيبين لك ان في حلين صحاح يمشوا تمام،
هياخد example بعد كده. هنا في السلايد دي في عندك 9 ترم رسم الكي ماب، عندك 4 فاريبل يبقى عندك 16 سيلز، حط الوحايد جوه ازاي بقى جروبنج الوحايد مع بعض، اخد 4 وبعدين اخد 4، الخطوه الثالثه اخد 4 تانيين اللي انت خلصت عليهم كلهم. هيبقى في واخد 4 وبعدين اخد 4 تانيين في الازرق وفي الاحمر، واخد 4 وفضل 2، فضل قصدي 1 ترم 1 اللي هو في دي. خلاص لما ياخد الاربعة بالاسود مع بعض، وبعدين اخد 4 بالازرق، وبعدين اخد 4 بالاحمر، يبقى فضل ترم ما اخدوش، لا واخد 4 تانيين، يبقى اخد 4 اربعات، الاربعة اللي هو على الشمال دولت اخدهم مع بعض 4 وحايد وتحتيهم بالازرق والاحمر، وبعدين بالايه بالاسود واخد 4 تانيين، يبقى في 4 4 4 4 اخدهم على 4 مجموعات، فكل مجموعة منهم تدي A بار C بار زائد A بار D زائد B C بار زائد B D. هنا الاكزامبل ده بيديك برضو حلين، الحلين دولت بوسيبل، يعني ايه ممكن يبقوا ممكن نحلها بالطريقة دي او بالطريقة دي، is allowed to. فعندك هنا كم ترم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ترم، حطينا 9 وحايد جوه التيبل، جروبنج ازاي؟ عمل الشمال في الشمال عمل جروبنج 1 2 3 وكتب الاكسبريشن، الثانية برضو عمل جروب جروب واخد الوحايد دي، يعني ايه؟ عملها بطريقة ثانية، فهي دي صح ودي صح. الاكزامبل ده الاخير في هذه المحاضرة، نديك اكسبريشن اللي هي سي بار زائد اي بي سي دي، فعمل لك هنا عمل لك جروبنج الايه الوحايد مع بعضيهم، ده اللي هو الاكسبريشن. لما تعمله بالجبر بالجبر انت عارف ان ايه زائد ايه بار بي بتساوي ايه زائد بي، فنقدر ابلاي الرول ده يبقى الاوتبوت سي بار زائد ايه بي دي، وهنا بالكيماب طلعت سي بار زائد ايه بي، فالحل ده صح والحل ده صح. كده المحاضرة دي تنتهي، ونحاول ونشرح بإذن الله بعد شوية المحاضرة رقم 2 اللي هي included في الميد تيرم. Good luck والسلام عليكم.